من بغداد ينضم إلينا دكتور واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. دكتور واثق، أهلا بحضرتك. إذن هناك قوة أمنية جديدة هدفها أو مهمتها الأساسية تأمين المنشآت النفطية. ماذا عن هذه القوة الأمنية في برأي حضرتك، وأهمية مسألة تأمين المنشآت النفطية حاليا في العراق؟ يعني اكيد الشركات النفطيه العامله في العراق اولا شركه اكسموبيل بدات تشعر بقلق، والجانب الامريكي ابلغ الحكومه العراقيه سيقوم بسحب هؤلاء المنظمين. بعد وقوع معلومات ان هناك استهداف من جماعات مسلحه في هذه الشركات، ربما هناك استهدافات قادمه. الحكومه العراقيه ترسل اكثر من رسائل لهذا التشكيل الجديد. الاولى على هذه الشركات انها جابوهم في قبائل كل المنشات النفطيه في كل مناطق العراق او المناطق الجنوبيه الداخل. الثاني يعني الى ان البصر يخرجون في تظاهرات مستمره بحثا عن الوظائف، ايضا عندما تشكل هذا اللواء من اهالي البصر هي رساله مطمئنه لهم. وبالتالي انا اعتقد ان اكو قوه موجوده كانت سابقه في البصر، لكن هذا يبدو غير كافي. عندما تتحول هذا اللواء الى فرقه يعني زياده في حجم القوات المسلحه وزياده في حجم القطاعات التي تحمي المنشات النفطيه، خاصه المنشات النفطيه تتوزع على اراضي واسعه من جنوب العراق الى الشمال. نعم، طيب دكتور واثق، يعني هذه النقطة أو هذه الجزئية تأخذنا للحديث بشكل أوسع عن التأمين في العراق، ويعني مسألة التنسيق الأمني في العراق بين كل القطاعات الأمنية، ومسألة السيطرة أو الوقوف أمام أي محاولات من التنظيم الإرهابي للعودة من جديد ولخلاياها النائمة للعودة من جديد. ماذا عن هذا التنسيق، وماذا عن هذه الجهود أيضا في رأيك؟ يعني الحكومه العراقيه كانت تواجه وضع امني، هذا الوضع الامني صعب يمكن يكمن في محاوله عوده تنظيم داعش للعراق، لكن ايضا هناك جماعات مسلحه من يقال انها تتبع ايران في ظل الصراع الامريكي لايران، هذه الجماعات تنددت بضرب المصالح الامريكيه في العراق، تستهدف القصور الرئاسيه في البوسطه والمناطق النفطيه في الجنوب. وبالتالي الحكومه العراقيه تحكم امام تحديات عديده، وهذا ما دعا القائد العام للقوات المسلحه رئيس الوزراء سيد عبد المجيد باجتماع مع كل القوى السياسيه الى اصدار بيان انه كل قوه تعمل خارج القوات المسلحه ولا تحشد تعتبر جماعات ارهابيه. لكن الرساله كانت سريعه من هؤلاء الجماعات بعد البيان مباشره قاموا بضرب مناطق البصره، يبدو ان هذه الجماعات تحتاج الى قوه، تحتاج الى تنسيق مع دول الجوار للقضاء عليها. نعم، طيب كيف من الممكن ان يتم هذا التنسيق في راي حضرتك؟ يعني في ظل العلاقات ربما من يتحدثون ان التاثير الايراني على هذه الجماعات يبدو كبيرا وواضحا. العلاقات العراقيه الايرانيه جيده، والعراق يقف مع ايران في عدم فرض الحصار وهناك تبادل تجاري. طيب هل هناك دور على الحكومة العراقية يجب أن تقوم به في الأيام القادمة أو في الفترات القادمة فيما يتعلق بمسألة تنسيق القطاعات الأمنية المختلفة؟ بالتأكيد، يعني أكيد هذا واجب العمليات المشتركة، هناك عدة قطاعات متعددة من الجيش والشرطة النقابية والسريع من شأن قطاعات الأرهاب وحشد شعبي، والآن هذه القوات حماية المنشآت البصرية تحتاج إلى تنسيق عالي المستوى وقت عمليات مشتركة في بين كل هذه الأمور. وعلى الدولة أيضا أن تكون حازمة في أن يكون السلاح بيد الدولة حصرا وليس بيد الجماعات. طيب مسألة مواجهة الإرهاب، يعني بما أن حضرتك ذكرت دول الجوار وذكرت أنه ضرورة يعني التعاون بين العراق وبين دول الجوار، هناك مسألة مهمة وهي مسألة محاربة تنظيم داعش، لأنه هناك خلايا نائمة في العراق، وهذه الخلايا تحاول السيطرة من جديد أو تحاول الظهور من جديد على الساحة العراقية. كيف من الممكن أن تتوحد هذه الدول في محاربة ما تبقى من فلول داعش؟ العراق عنده ملف يقدر يجسر علاقاته الخارجية ويطورها مع دول الجوار ودول العالم. ملف مكافحة الإرهاب اللي أصبح بخبرة بعد أن قضى على تنظيم داعش، والملف الثاني هو ملف الاقتصاد. العراق جانب هذا الأمر، واليوم علاقاته مع كل دول الجوار تبدو علاقات جيدة جدا، وكان على أساس هذه العلاقات بنيت على أساس التعاون الأمني والتبادل المعلومة الاستخباراتية وضبط الحدود. كل الدول تشكو أن هذا التنظيم بدأ يتمدد إلى دول أخرى، لذلك عمل جاد على إنهاء هذا التنظيم فكرا وعملا وتجهيزا، فهذه هي الخطوة المهمة في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لك دكتور واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، على كل ما تفضلت به من حديث.